لو تهاوشت اليوم ارد يصلح. علشان كذا رب الأسرة دائم يحرص كل الحرص ان يكون في اجتماع اجباري وكل الناس الناجحين حتى بعض المشايخ الكبار وبعض الامراء عندهم مثلا وجبة الغداء ضرورية تحضرها غصبا عنك كل يوم عنده وجبة الغداء او وجبة العشاء او قهوة المغرب كل يوم. تدري ايش هذا وش يصير؟ الاخت لا تهاوشت مع اخوها ولا اخو لا تهاوش مع اخوه يدري انتم ليش هنا بالقرية ومزي زي العام العام شوية لتوصل مدة اليد ومع ذلك ثاني يوم انا لما تهاوش معاك واقرط معاك على صحن واحد يروح الشيطان صح. لما تهاوش معاك وانا معاك بغرفة واحدة يروح الشيطان. لكن الان اتعزل واعوذ بالله الورع من عمر 4 سنين يحطونا بغرفة الحالة غرفة الحالة هي والله ويقدر يستغني عن اخوانه ويستغني عن امه ويستغني عن ابوه ويستغني لبيه يلا بسم الله. والحمل اثقل يا ابو عزم تدري على من؟ ها؟ على اللي متقلي معدد عنده عيال من ذي وعيال من ذي وعيال من ذي هذا شلون يقدر يجمعهم على سفرته واحده شلون يقدر يجمعهم واذا الرجال يجمعهم اي انا اقول لك هنا الحمل اثقل فدائما اللوم الاكبر على رب الاسره. طبعا طبعا في اي مؤسسه وفي اي شركه كل الاخطاء تصب على المدير هو اللي هو المدير وكذلك البيت وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى ما نقلل من شأن النساء لكن هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى ان الرجل عنده إدارة اكثر من المرأة بعكس ان المرأة ترى المرأة عندها تحمل اكثر من 1000 رجل المرأة عندها تحمل يعني انت يوم تشوف لك بزر وتعتني فيه ساعتين ثلاثة تطفش تعتني بالبزر هذا مدة سنتين 3 سنوات لين يقوم يمشي قبل 9 شهور وما تنام شيء يا جماعة الخير شيء حتى قبل أمس أنا وخواتي دائما نسولف بالكلام هذا أقول سبحان الله الله حط عند المرأة عاطفة عشان تحمل هالبزران فأخواتي يقولون صدق والله لأنه ما في عاطفة ما تنام الليل ما تنام كل شوي يصحى خاصة بداية ولادته كل ساعتين يبغى رضاعة وكل ساعتين وكل ساعتين فالمرأة والرجل تراهم مكملين بعض لكن لا أحد يدخل بعمل الثاني الله سبحانه وتعالى خلقنا كذا لا أحد يدخل بعمل الثاني فرب الأسرة مسؤول المسؤولية الكاملة بتربية عياله أو تعليمهم التعليم الصحيح أو جمعتهم يعني عندي عزام وجم الله يحفظهم صار حين فبعض الصروات يسوونها يعني يستغربون حتى الناس اللي حولي يقولون شلون والله ما أمر بدي تدي عليهم لكن يعرفون إيه لا يعني عندي عزام حركة زي الأتاري مع أنه قرد ملقوف لو جبت لكم هنا ضربكم كلكم بس لما قلت عزام تعال هنا كذا تعال هنا جلس هنا عزام تعال هناك هنا بعدها بدقيقة انتظر انه يسترني وسط الكف في بيننا ميانة بس يعرف انه عزام خلاص بابا تعال هنا انت هنا فانت بطريقتك ترى الطفل ذكي يعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك الطفل يعرف طبعا هو يقول لك البكاء لتحقيق رغبة بعضهم يقول الطفل يبتسي عطه انت مجرد انك عطيته اذا بتسى ترى كنت هدمت هذا البكاء لتحقيق رغبة اعرف اني انا اعطيك اني انا ابغى اعطيك لكن اذا بكيت انا ما راح اعطيك ما راح يبكي تعود انا ما يبكي فاعطرها لا حق صايصه الجيره والامور